السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي وشفيعي يا رسول الله. شنو لكم صديقاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مع فيديو جديد، فيديو روتين. عندي برشا مصورتش روتين، خاطر الروتين متاعي معروف، معناها ف بين داري صغيرة وروتيني، مش باش نبقى كل نهار نصور لكم في نفس الفيديو باش ما تفدوش. على هذاك هوني ساعة ساعة نغيب، من الحقيقة ما يبداش عندي حاجة باش نصورها، ولا توتيني شوية ظروف ما نجمش نصور. المهم في الاخر نتكبس ونرجع للتصوير من الاول وجديد. كما شفتوا صديقاتي، لهنا عندي برشا صابون نغسل ونحط، هذوما غسيل على مرتين، غسيل حوايج الصغيرات نتاع صيف، معناها نتاع كل يوم اللي يلبسوا فيه، وفيه زادا حوايج شتاء كما تشوفوا، هذا اللي لم فيهم حوايج شتاء. عندي مديدة، معناها وليت وين نغسل نجبد نغسل شوية من حوايج الشتاء. سامحوني، نجبد نغسل حوايج الشتاء، هوني اللي مازالوا يجوا قد صغاري نخليهم، واللي ما يجوش قدهم نلمهم باش نخرجهم لشكون باش يخرجوا. لهنا حبيت نوريكم هذه تونيس بار، خديتها لبنتي وخديت لها زاد السبادري هذاك. الحقيقة خديت السبادري في الاول في بالي باش نلقى لها توني في الروز، يا اخي ما لقيتش. ان شاء الله كان لقيت كولير قريب للكولير بتاع توني باش نشري لها، سينو باش نخلي لها الروز باش نعمل. المهم قلت لكم، كما قلت لكم صديقاتي، لهنا نلم في الحوايج الشتويه اللي نجبدها الكل نغسلها ونحطها، خاطر كيما قاعدين نشوفوا الدنيا ماشيه وتبرد، وماذا بينا الحوايج نتاعنا تتغسل توا وتشيح تتشمس بالكدا، وهاوينك تبرد الدنيا حتى على غفله الواحد يلقى معناها حوايج نظيفه تحته. نقصت برشا حوايج الحقيقه، صغاري ما شاء الله في ساعه زادوا، وعندي برشا دبش ما عادش يجي قدهم، كان ريتو اللي الحوايج اللي وريتهم لكم بكري، هاو تشوفوا مش نحطهم في ساشي هذوك زاد باش نخرجهم، ما عادش يجوا سراو لبنتي. فيهم سروال شريتهولها معناها قبل القرايه بشهرين، على اساس باش يبقى لها القرايه، معناها لقيت فيهم برومو خديت لها واحد، يا اخي كي جيت نلبس لها فيه في القرايه ما جيش قدها. هاكا هو باش ننفض الدويره هذه، عندها 3 ولا 4 ايام ما تمستش، كيما شفتوا الدنيا سخونه، فنرقدوا الكل في بيت النوم. الحقيقه نخدموا الكليماتيزور في بيت الصاله ونحلوا باب بيت النوم، وحتى الصغيرات نفرشلهم جراري في معانا في بيت النوم كهو باش ننفضها وباش نبدل المليح فات وننفض. اكيد الغبره تعبت الدار، فما ساعه ساعه يجينا شويه عجيز خفيف مش برشا، ما كان ما يوسخ معناها. لهنا كملت لميت هاك الصابون الكل حطيته في بلايسو وبدلت المليح فات، وتوا باش نصلحها هكاك نكنسها البيت. كما شفتوا مش برشا تراب، معناها بارابور اللي قبل، معناها التراب اللي نخرج منها قبل بعد العجيج وبعد نهيرات ما ننظفهاش البيت يخرج لي برشا، فاليوم تعتبر ماهيش مسخه. هذوما الحوايج اللي سراو الباسك، يمكن 6 ولا 5 سراول ما عادوش يجو قدها بنتي، فباش انا نخرجهم يخرجوا لصاحب نصيبهم. وكهو لهنا كملت كنست البيت بالباهي ونفضتها وكل شيء، تو جوست باش نعدي لها مسحه خفيفه، زاد مانيش باش نصيغها خاطر ديجا الدنيا مازالت سخونه، ومانيش باش نتعب فيها روحي برشا، عندي برشا حاجات اخرى ما اهم. هذه جوست الصباح بنتي تبدل حوايجها لهناك، تجي ماشيه للتقرا نبدل حوايجها وكها ونعاود نلم الحوايج، ما نخلي حد شيء الا اذا عندي صابون جديد ما طويتوش بالوقت، من العاده الحقيقه نطويه على المنشر الصابون، ما نخليش البريود هذه، ما نعرفش يركبني شويه بخل، نجبد نطوي ونحط، راه مش معناها نطوي ونحط على السرير، من نبخل معناها باش نحطه في بلايص. كهو لهنا كملت،
وباش نفرش البيت بعد ما شاحت وكهو، باش نمشي نخرج لهك الكلوار. زاد هو هانو حايس كيما تشوفوا. لهنا الحقيقة ارتحت شوية كي بنتي مشات تقرا، ولهنا ولدي هانو ساعة يبقى بحذايا شوية، ساعة يهبط يمشي لباباه، وهكاكا نتفرهد شوية وقت اللي يمشي، ويزيد يعاود يجي يتعبني شوية ويفددني، ما خلينيش نقضي مرتاحة. في نحب هذه، في نحب نعمل هذه، في ما يخلينيش نقضي مرتاحة. خوينو كي يمشي نتفرهد شوية الحقيقة. كهو لهنا ناحية الغليف نتاع الجري هذيك عندهم، كنا زاد 3 أيام راهو مطيش، كل نهار باش نركبو، وعندي ما نعمل الحقيقة، وتعب تعب، ما لقيتلوش وقت. كهو اليوم قلت ما فيش وصاي، يلزمني ننظف الدار ونقوم نروحي، معناها مانيش باش نبقى قاعدة الوقت هذا الكل ما نعمل في حد شيء، وداري هكا ناقصة برشا حاجات، معناها ماهيش مقدودة. فكهو انا غلفت هاك الجراية ونظمتها، وتو هاك باش نعدي عليه مصالحة. راني سيقت على حقيقة دار ولد البارح، امس مسحت من بعد الغداء. اليوم قلت هاي خليني نعمل مسحة معناها خفيفة من غير ما نبقى كيما تشوفوا، معناها القاعة نظيفة، راهو ما عنديش معناها حاجة مكدس عليا، معناها مسخة ولا مش مريقلة. هو انا محويجات خفيف، معناها كان صابون راهو مطوي ماهوش محطوط في بلايصو، وجراية ماهيش مغلفة، دار ناقصة مسحة خفيفة، وإلا زربية ماهيش مجبودة بالاسبيراتور. كهو ما عنديش حاجة كبيرة غيرها، وين ساعات الواحد يركبوا شوية البخل ويحب يقعد يرتاح، مع اني راه والله ما نرتاحش، ما نعرفش نبدا من هذه لهذه من هذه لهذه، ما يكفينيش الوقت. كهو وزاد عندي بنتي تقرا في الدروس، العشويات يلزمني نكون فاضية العشويات، خاطر نعطوهم التمارين المنزلية، ودرس باش يحفظوه، ودرس باش يكتبوه، وهكاك يلزم نعطيها شوية وقت. كهو لهنا كملت كنست الكلوار ومسحته. شوفوا لهنا البازة هذه نتاع النوار، نسمع كيفاش تضرب فيها، على محلاها نسمع الصباح، وفي الليل تقلب علينا الطقس قلبة واحدة. المهم صديقاتي، إذا وصلتوا للبارتي هذه وما زلتوا ما اشتركتوش معنا في القناة، ولا أول مرة تعرفكم القناة متاعي، ما تنسوش تدخلوا تشتركوا في القناة، اشتراككم ودخولكم القناة يشرفني، مرحبا بكم. وما تنسوش تفعلوا هاك الجرس هذاك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبيكم هكاك تكبر عيلتنا ونعملوا جو مع بعضنا، وهويني نتشجعوا ببعضنا. وما تنسوش زيادة هكا كلمات مزيانين كيفكم يشجعونا، ولايك زيادة البنات تشجعنا وتدعمونا بها. وكهو ان شاء الله يا ربي يسعد كل واحدة تشترك معايا ويفرح قلبها بكل اللي تتمناه يا ربي. وكهو حبيبتي لهنا دخلت للبيت القعاد كيف كيف، قلت لكم راني سيقتها قلت البارح، فبدلت خرجت معناها الجراري والزربية وكل شيء، ورجعت الطاولة هذيك لبلاصتها بحكم ما لقيت ليهاش بلاصة، بالحق ضيقت عليا كي حطيتها في الصالة بجنب من هنا. فوليت بدلت الفورمة نتاع بيت القعاد، ومسحت هاك الطاولة البلار اللي مرجتني وتعبتني بالحق. أكثر حاجة ندمت عليها هي إني شريتها الطاولة هذه، أبسط حاجة معناها أبسط غبرة تبان فيها. ولهنا جبت سلت الزربية بالبروس هذيك، وريتها لكم المرة الأخرى، بالحق البروس هذه اختراع، اللي ما تنجمش تعملوا الاسبيراتور تعملوا لك البروس هذيك، تجبد لك حاجات من الأعماق، راهو حاجات ما تظهرش، تو كان ريتو معناها شعر وتفش، ما نعرفش منين جاء منين يجي، ما تعرفش، وتبدأ تخزر للزربية ما فيها حتى شيء، نظيفة ونغسلها أمورها واضحة. وقت اللي نعدي عليها البروس هذيك تخرج لي حاجات، ما نحكي لكم، شويني الصورة تحكي لكم وحدها. هاك هاو لهنا كيما تشوفوا، هاو جا ولدي، كنت مرتاحة مركحة، جيت لهنا باش نجبد
الزربية بالاسبيراتور، وهوني وليت مرة واحدة عديتها على البيت باش ما نبقاش نعدي في مصالحة. ديجا كيما قلت لكم راني سايقة قولت البارح، وامس البارح العشية معناها بعد الغداء مسحتها، ما عنديش قضية كبيرة، حاجة خفيفة وبرا كهو باش نعدي خيشة. ربي يعزكم معناها ما نعدي خيشة على الدار وحاجة خفيفة ولف لف، وباش نهزك الصغرون هذا كان ندوش له وندوش معاه ونحضر، نشوف شو نحضر الغداء كهو. لهنا كملت مسحت وشيحت البيت باش نسكر، نظلم البيوت ونسكر خاطر كما تعرفوا الصباح الذبان وكل شيء لازمنا على الصباح، معناها مازال الدنيا بارده شوي، نكونوا هوينا البيوت ونظفناهم ونظلموهم باش هوينا الذبان يقص. لهنا نستعمل في المعطر هذايا، خديت كعبتين مع بعضهم في البرومسيون من عزيزه، من عرش 3000 حاجه بريسك 4000، نفوح به الريدوات، نفوح به الجراري، نفوح به الزربيه، البناك، اي حاجه معناها نفوح به المبنى تاع الكل. حق الحقيقه ريحته تبقى بنينه على الاخر في الدار. كهو لهنا جيت زاد البيت الصغار باش نظلمها باش نسكرك البلكونه، وكهو حتى هي باش نفوحها ونخرج نشوف شنو يزيدني وشنو ينقصني في الدار. لانا كملت باش نطفي الاضواء ونخرج، هاو كيما تشوفوا معبث بيا يمشي وينقز في البلايص الكل فما يخلينيش مرتاحه. كهو لهنا الصباح جاب لي زوجي القضيه، الحقيقه ما ريقلتهاش، خليتها الكل لبعد نص النهار معناها بعد الغداء، خاطر كيما شفتوا عندي روتين وقضيه في الدار. كهو قلت خليني نكمل الغداء ومن بعد الرجاله ديجا مانيش مستحقه معناها توا خضره باش نجبد منها، هي مازال عندي. كهو لهنا عندي بقيه نتاع مغارف تقولي في الطليه هذيك، البقيه مغارف نتاع قهوه الصباح جبت غسلت ونظفت لافابو باش نغسل هاك الخضره اللي جابها لي الكل. لهنا هو جاب لي صباح التفاح، قبل ملي مشى للسوق لقى التفاح جاب لي التفاح، ومن بعد كي رجع كمل جاب لي الخضره. التفاح غسلته بالوقت، في بالي باش يجيب لي وقتها الخضره، يا اخي بتالي بالخضره وليت قضيت الدار. ومن بعد كي جاب لي وليت بعد ما حضرت الغداء وكل شيء ونظفت الكوجينه ورجلت كل شيء باش ننظف الخضره، كهو لهنا جاب لي الخضره هذه كما ريت وغسلتها الكل باش نغسلها الكل ونحطها تسقطر باش في الليل تكون شاحت لي، وحتى اللي مش شاحتش تبقى مازالت فيها ندوه نشفها وندخلها للفريجيدير. بالاخص الفقوس والتفاح لازمهم يتغسلوا خاطر عندنا صغيرات، نعرف اللي الحاجه كيف تتغسل معناها في ساعه تفسد اكثر من اللي تبقى معناها كيما تجيبها، اما الله غالب عندنا صغيرات والصغيرات كيما تعرفوا يهزوا ما يشاوروش ديريكت ياكلوا، كان فقت بهم هوني نعاود نشللهم من الاول وجديد، كان ما فقتش بهم على القليله هوني مغسول معناه. المهم لهنا جبت عندي المعدنوس كيما قلت لكم راني نغسله رق ما نغسلوش مقصوص، نغسله مرة واثنين وثلاثة اللي انتصف الطلية متاعه ما يبقاش فيه تراب، ومن بعد نقصه معناها هكاك نخليه ينشف ونقصه، كان باش نستعمله بالوقت سينو نحطه هكاك ناشف في الكونجيلاتور ما يجرى له حتى شيء، يبقى لي بنفس المطعم نفس المنظر، سي ولا نحطه في قطعة قماش منديلة معناها نحطه في الفريجيدير باللوطة يبقى لي كيما هو، إذا كان باش نستعمله في النهار هذاك ولا كيما غدوة. اذا كان باش نبطى بيه الحق نولي نحطه في الكونجيلاتور ديما نخاف يفسد. كهو المعدنوس كيما ريتو نضاف بالكدا بالكدا، طريتو خرجت لي نظيفه ما عادش فيها حتى شيء. كهو حطيتو غادي يتسقطر في عقله، وبديت كملت غسلت الطماطم وتوا باش نغسل لك الفليفلات حشاكم فلفل حلو، وكهو باش نمشي نبدا العشية نريقل في عصيدة الزقوق واللي هبطتها معاكم ديجا حدا، لقيت الفيديو طوال وليت حطيت عصيدة الزقوق وحدها، هو جابها لي صباح مع القضية شهوة قال لي طيبها لنا العشية، فطيبت لهم شوية بركة الحقيقة ما طيبتش برشا. كهو وهذا هو بالنسبة لليوم، فيديو لليوم لهنا يكون في البنات، ان شاء الله روتين اليوم يكون عجبكم، وان شاء الله تشجعوني وتدعموني وتخلوني بالحق
نكمل نخدم ونخدم. وكهو حبيبتي تمام، قال لي كان باش نقول لكم دمتم في امان الله وبسلامه.